عمل وتفتيش إلى الناحية العسكرية الثانية بوهران وتستمر إلى غاية يوم الخميس. وسيشرف الفريق جيد صالح خلال هذه الزيارة على تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية يهدف لمراقبة المرحلة الثانية من التحضير القتالي ويتفقد بعض الوحدات، كما سيعقد لقاءات توجيهية مع إطارات وأفراد الناحية العسكرية الثانية. ومن المرتقب أن يعلق جيد صالح على المستجدات الطارئة على الساحة الوطنية وعلى ربما أي رسائل سيوجهها للشعب والطبقة السياسية، خاصة في ظل استمرار الحراك الشعبي رغم استقالة